ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. خرجنا للشارع المغربي باش المواطنين المغاربه غيصيفطوا الرساله لذاك المقردع ديال تونس اللي استقبل المقردع ديال المرتزقه. الا بغيتوا تعرفوا الرساله اشنو فيها اجيو معايا. سيدي بخير. لا بس الله يبارك فيك. اخبارك داك المقردع ديال تونس استقبل داك المقردع ديال المرتزقه عنده في تونس. الراي ديالك كمواطن مغربي. في الحقيقه هذا الخبر يعني مؤسف جدا. و يعني كنشوف بان الموقف اللي اتخذوه هذا الرئيس يعني غير لائق وما احترمش يعني العلاقه بين الشعبين المغربي والتونسي. وهادشي مؤسف جدا اللي كنشوفوه. خلاص الشعب الجزائري الحكومه ديالو هادي باين الموقف ديالها ما نهضروش عليه. كنتمنى ان هذا الرئيس هذا يدير عقله لان هادشي مسطي واقيلا. هذا راه واقيلا مشى ليه العقل. والشعب التونسي يوعى يعرف بان راه الشعوب العربيه راه ما خصهاش توصل لهاد سميتو. كنبان انا هادشي ما هادشي مؤسف جدا اخويا. وينك شي رساله اونفوي يعني ليه هو هذا الرئيس هذا؟ ورساله كنقول ليه راجع هاد المواقف ديالك. فالمغرب دائما متشبث بصحرائه وبملكه وبوطنه وما عمره ما غيتخلى على المواقف ديالو ومتشبث بالقضيه العربيه وبالقضيه الفلسطينيه. وهادشي اللي كدير فيه راه غتخربق. اول حاجه باش نحيدوا هذا المصطلح هذا ديال المقردع هو يكون شكون ما بغى يكون. هذه الحاجه الاولى، لان خصك تعرف المغرب كبير على اي واحد، كبير بتاريخه، كبير بالحضاره ديالو، كبير بماليكه، كبير بشعبه، كبير باقتصاده. حب من احب وكره من كره. هذه الحاجه الاولى. هو بشحال مشى؟ مشى ب 300 مليون دولار. 300 مليون دولار بالنسبه للمغرب راه كيخسرها اقتصاديا على اللي دخلت في الجاليه المغربيه. يعني هو تباع. المغرب هو الواحد اللي عنده واحد الثوابت ما كيتباعوش. هو شكون استقبل؟ خصك تعرف بعدا شكون استقبل. المقردع ديال المرتزقة. شكون استقبل؟ هو شكون استقبل بعدا؟ استقبل واحد مافيوزي باختصار، محط الناس شادهم حطهم بحال ما هكا كيقتل فيهم في الصحراء لا اقل ولا اكثر. ما غديرش المقارنه. دونك حنا كنضيعوا الوقت الا هضرنا عليه على شي حاجه. على اما الشعب ديال تونس، تحيه للشعب ديال تونس اللي عندنا معاه موده وعندنا معاه دم وعندنا معاه جوره وعندنا معاه بزاف ديال الثقافات اللي كتجمعنا معاه. اذا حنا الميساج ديالنا ماشي لتونس، للشعب التونسي. الشعب التونسي على راسنا وعينينا. حنا الميساج الرئيس ديالهم. هذاك ما كيستاهلش تقول عليه رئيس. مقردع. هذاك هو كان قيس بقى قيس بلا ليلى. السلام عليكم. حياتي. خويا هذاك نقول لك بصراحه هذاك اصلا شارينو الجزائر فهمتي. شحال شراو؟ حتى شارينو فافور هذاك طاطا برطل كما كنقول. طاطا برطل. طاطا برطل. هوشا. 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 شاري الحوت في الماء في البحر. شاري الحوت في البحر. شي رساله منك انت خويا اللي هو الصحراء المغربيه راه ديالنا وما خاصوش يدخل البوليزاري ولا ديك البلاد وبعد من نبعدوا من هذاك الرئيس ديال تونس اخو ما فهمناش. استقبل البوليزاري يا خويا مدخل معاه حتى الجزائر. حتى هما ديك الجزائر ما عندهم حتى البنان ولاو باغي يدوا على المغارب. 20000 ريال ديال المغربيه 5 مليون ديال الجزائر هادو نحيدهم ما معناش. وهذاك التونسي اخويا قال لك سميتو قيس، راه سميتو ليلى وقال لك محمد السادس راه غادي يدير العرس في الصحراء في القويره. بكل تواضع. بكل تواضع. وعاش الملك وعاشت الصحراء المغربيه وحنا مغاربه للابد. تتبقى فينا نقطه ديال الدم غنبقاو مغاربه والصحراء المغربيه والعالم كامل عارفين. اودي اش نقول لك انا هذوك جوج مكاريب حوتاله ونقول لك انا يا الصحراء المغربيه وهذاك قيس ولا بحال ليلى بغيت ليه العذاب كاملين انا. فول يا البوم كلب. وعاش الملك ملك الملوك. هذاك ديال تونس اولا هذاك ديال بوليزاريو بجوجهم طايحين في النيفو. ما عندهمش الكرامة هذوك. ما عندهمش النيفو كاع. فين هو النيفو؟ طايحين في النيفو بزاف. ما اكثر وما اكثر وما اكثر. هما بجوجهم هذوك خلي على الله كما قلتي مقردعن بجوج. مقردن ماشي انت مقردعن. شو سميتو هذاك؟ سميتو هذاك ديال تونس؟ ما عرفت سميتو قيس. ما بقاش سميتو قيس ولا سميتو ليلى. بكل تواضع. بكل تواضع. والرسالة اللي غتصيفط لي الرسالة كنقول لهم عاش الملك. الملك راه هو ملك الملوك العرب. فهمتيني؟ هذاك الملك ديالنا زوين. الله يشد ليه في صحيحته ونتمنى ان شاء الله يبقى الفوق 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 الفوق. ملكنا واحد محمد السادس. والصحراء الصحراء غتبقى مغربيه وغادي تبقى مغربيه. وعاش الشعب المغربي. عاش الشعب المغربي. وحنايا بوليزاريو درنا لهم غير فوتينغ ودردكو. اما كون جبنا الجيش كامل كون بوليزاريو وغناخذوها وغناخذوها اليوم. ضحكنا معاهم هربوا. لا ضحكنا معاهم فوتي كبر يقول لك يا رقاب كلشي مشى كلشي فرتح اشهد تحياتي.